الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقشة المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم أنتم دائما مشاركة آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، واللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها ولا ينسى يفعل التنبيهات حتى توصله مقاطعنا اليومية في وقتها. وأيضا للي حاب يتابعنا على باقي منصات التواصل الاجتماعي يبي حصلها دائما موجودة في خانة الوصف، فإحنا ندخل نتشعب في العديد من المواضيع بهدف أننا نفهم الساحات. ولا شك أن أحد أهم الساحات اللي منتشره على اغلب المجتمعات اللي هي ساحه الالعاب، واللي تعتبر هوايه وحتى تصل الى شغف عند بعض الناس. وفي هالمقطع نبي نجيب لكم حزمه ضخمه من اخر الاخبار في ساحه الالعاب اللي تخص اللاعبين العاديين وهم الكاجوال جيمرز، واللي يهتمون فقط بلعب الالعاب بدون ما انهم يتعمقون في الساحه. وايضا نبي نروح المستوى اللي بعده واللي يخص اللاعبين الاساسيين وهم الكور جيمرز، واللي يهتمون فقط باللعب بالالعاب واخر ما يصير مع الشركات، لكن ما يتعمقون انهم يلعبون باحسن اداء. وايضا نبي نجيب لكم المستوى واللي بعده واللي يخص اللاعبين الهاوين او الهارد كور جيمرز اللي مهتمين بالاداء اكثر، وخصوصا على اجهزه الحاسب او البي سي. وايضا بنروح المستوى اللي بعده واللي يخص البرو جيمرز وهم اللاعبين المحترفين واللي يهتمون انهم يلعبون مع فرق ويشاركون في بطولات. ولا ننسى حتى اخر مستوى وهو اللاعبين النخبويين او الاليت جيمرز وهم اللي يهتمون بتطوير الالعاب، وبنجيب لكم ايضا اخر اخبار محركات الالعاب. وخلونا نبدا مع اخبار اللاعبين العاديين واللي تخص اجهزه الالعاب، وخلونا نبدا مع شركة التفاح الملعونة اللي هي أبل. فبعد ما شافت ما حد مشترك معهم بخدمة أبل أركيد، قامت شركة أبل تخفض قيمة الاشتراك وحطت اشتراك سنوي ويكون تقريبا $50 في السنة، حتى أنهم يجذبون الناس جعل ربي ما يربحهم. لكن إذا انتقلنا لشركة جوجل، فمع خدمة ستيديا الآن بدأت شركة جوجل تشتري استديوهات مثل استديو تايفون، حتى أنهم يستعدون لتطوير أحد الألعاب الجديدة القادمة واللي بتكون جورني تو ذا سافج بلانت. لكن إذا انتقلنا لشركة نينتندو، فولله الحمد خسرت قضية في روسيا يوم قاموا شركة الجشع نينتندو تجبر اللاعبين انهم اذا دفعوا العاب او اي شيء يخص الدفع المسبق في متجرهم الالكتروني، فكانت ناوية نينتندو انها ما ترجع الفلوس او المستحقات للاعبين اذا الغوا طلب. لكن نبشركم ان نينتندو خسرت القضية في روسيا، ونسأل الله ان يزيدها خسارة جعلها الفقر. لكن اذا رحنا لشركة مايكروسوفت، فبعد ما اعلنت عن شكل اكس بوكس الجاي واللي بيكون في الجيل القادم، جت بعض الشائعات ان شركة اكس بوكس ناويه تسميه فقط اكس بوكس بدون ما انه يكون اكس بوكس سكارلت. لكن للحين العالم جالسه طقطق على شكل الجهاز. لا عاد اذا انتقلنا لشركة الملايين والبزارين اللي هي سوني بلاي ستيشن، فعرضت يد التحكم للجيل القادم اللي حطوا فيه زر خلفي ذكرنا بيد التحكم حقت نينتندو 64 الفاشله، اللي تقلب يدك كانها فضائيه شوي وتطلع لك يد من بطنك عشان تضغط الزر او تتحكم بالخاصيه اللي حاطينها لك في النص. فالمشكله من زين يد التحكم حقتهم اللي تعتبر صغيرة، لا والحين يبون يزاحمون اللاعبين بزيادة الأزرار في يد التحكم. نسأل الله أن يزيدهم فشل. لكن خلونا الآن ننتقل الأخبار اللاعبين الهاوين واللي يهتمون بأخبار الشركات وآخر الألعاب. فشركة THQ Nordic أعلنت عن تحسين لعبة Gothic واللي ناوية تسوي لها ريميك حتى تحلبها. لكن إذا انتقلنا شركة 2K، فقامت في الآونة الأخيرة بعد ما زادت عليها الانتقادات، فقررت تبدأ شركة 2K أنها تصلح العديد من الأخطاء اللي موجودة في لعبة NBA 2K20. لكن إذا انتقلنا شركة بانداي نامكو، فحدثت لعبة تيكن 7 وأصلحت بعض الأخطاء في اللعبة اللي قاموا يشتكون منها اللاعبين في الآونة الأخيرة. لكن إذا انتقلنا لشركة كاواي تيكمو، فقامت تستعرض تشويقة للعبة وارير ريتشي 4 ألتيميت واللي توهم يترجمونها إنجليزي. لكن إذا انتقلنا شركة سيجا، فأطلقت إضافة جديدة للعبة توتال وور 3 كينجدمز واللي تقريبا شبيهة بلعبة وارير ريتشي 4 ألتيميت. لكن إذا انتقلنا لشركة أتلس، فعرضت تشويقة جديدة وإضافة للعبة بيرسونا 5 اللي أضافوا فيها شخصيات في اللعبة. لكن إذا انتقلنا لشركة رايت جيمز، فأيضا قدمت عرض تشويقي للعبة ليج اوف ليجندز رويند كينج. لكن إذا انتقلنا لشركة بيثيزدا سوفت ووركس، فأعلنت عن تنزيل جزء قادم من لعبة إلدر سكرولز واللي بيكون الجزء السادس من سلسلة اللعبة، ووضحت شركة بيثيزدا سوفت ووركس أنهم بيعلنون عنه وبيطلقونه في عام 2023. لكن إذا انتقلنا لشركة موجانج، فنزلت تحديث للعبة ماينكرافت واللي صلحوا فيه بعض الأخطاء وأضافوا بعض الخاصيات في اللعبة. أما عن شركة روكستار، فنزل تحديث جديد للعبة جي تي اي 5 او جراند ثيفت اوتو 5 واللي كان فيه خليط من مهمات طور الاتصال او الاونلاين. لكن اذا انتقلنا لشركة فروم سوفت وير، فاستلمت جائزة لعبة السنة اللي خذتها بعد ما نزلت لعبة سيكيرو شادو داي توايس. لكن اذا انتقلنا لشركة اكتيفيجن بليزرد، فقامت حصدت ارباح وصلت المليار من بيع لعبة كول اوف ديوتي مودرن وارفير. لكن اذا انتقلنا لشركة سكوير اينكس، فايضا حصدت ارباح مبيعات اكثر من 5 مليون نسخة من لعبة دراجون كويست
11 واللي كانت نازلة من عام 2017. لكن إذا انتقلنا لشركة زينجا فتعرضت إلى اختراق وتسريب أكثر من 170 مليون حساب، وقامت تعتذر الشركة عما حصل. لا عاد إذا انتقلنا لشركة الحلب كابكوم، فالآن بدأت بتسجيل علامة لعبة داينو كرايسس حتى أنها تقوم تحلب هاللعبة مرة ثانية وتحصد منها الأرباح، جعل ربي ما يربحهم. لا عاد إذا انتقلنا لشركة يوبي سوفت، فوضحوا المطورين في الشركة أن قامت شركة يوبي سوفت بإلغاء مشروع تم تطويره من 7 سنوات، واللي استغربوا المطورين وكانوا حتى خايفين من أن الشركة تفصلهم بعد ما ألغت المشروع. لكن إذا انتقلنا لشركة بوكيمون، فتذكرون يوم كانت تبي تعلن عن ملاحقة كل من يسرب معلومات ألعابهم، فالآن قامت شركة بوكيمون بملاحقة أعضاء موقع 4chan بعد ما سربوا بيانات عن لعبة بوكيمون سورد اند شيلد. عاد يلا الله يعينهم أن حصلوا أعضاء 4chan لأنهم مشفرين. لكن إذا انتقلنا لشركة بونجي، فذكروا المسؤولين أن لعبة ديستني الثالثة قد تتأخر عن موعد تنزيلها. لكن إذا انتقلنا لشركة إيبك جيمز، فبعد ما نزلت موسم الشتاء للعبة فورتنايت اللي كان فيها طابع فيلم ستار وورز، فما صدقوا خبر إلا وتعطلت خوادم اللعبة اللي قاموا يشتكون منها العديد من اللاعبين. لكن إذا انتقلنا الحركة إلكترونيك آرتس أو شركة EA، فقامت تحذف لاعب كرة القدم مسعود أوزيل من لعبة فيفا 20 بعد ما انتقد جمهورية الصين الشعبية على معاملتهم القمعية لمسلمي الإيغور. لا وبعد ما اكتفت حتى للشركة، بل حتى شركة كونامي أزالت اللاعب مسعود أوزيل من لعبة PES 2020 بعد ما انتقد الحكومة الصينية في منصة تويتر. فهالشركات هذه ما هي مهتمة للجوانب الإنسانية، وسبب أنها تحذف اللاعب بعد ما انتقد جمهورية الصين الشعبية لأن هالشركات غالبا تخاف على سمعتها، وخاصة في بلد مثل الصين اللي عنده عدد هائل من السكان ويعتبر سوق كبير لشركات الألعاب. لكن خلونا نخلص من ذا الخمام كله وننتقل للمستوى اللي بعده، وهو اللي يخص اللاعبين الهاويين أو الهارد كور جيمرز واللي يهتمون باللعب على الحاسب أو البي سي. ولا نزال نبشركم أن شركة Alien Wire مستمرة في عروض تخفيضات على حواسب البي سي المحمولة المخصصة للألعاب في العديد من المتاجر الإلكترونية. وأيضا اللي حاب يشتري شاشات أو مونيتورز، فشركة MSI زادت الخصومات على شاشاتهم في العديد من المتاجر الإلكترونية. لكن إذا انتقلنا لشركة ستيم، فقامت تطور المنصة بشكل مهول في توزيعات أنظمة لينكس، وخاصة على توزيعة أوبونتو اللي سهلت دعم ساحة الألعاب بواسطة المصادر الحرة أو المفتوحة، مقارنة بنظام ويندوز أو ماك اللي أنظمته مغلقة وصعب الواحد أنه يتوسع في التطوير. لكن إذا انتقلنا لشركة انفيديا، فقامت تحصل على دعم كبير من الشركات بعد ما أعلنت عن معالج جديد يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي واللي بيساعد في الاستجابة بشكل أسرع خلال تركيبه في الأجهزة. أما عن شركة AMD، فقامت تتوعد بتكثيف أداء معالجات وحتى كروت الشاشة، واللي قامت تتحدى العديد من الشركات في صناعة المعالجات وحتى كروت الشاشة بالمستقبل. أما عن شركة انتل، فالآن قامت تستعد في تقديم مفاجآت تخص معالجات الحواسب واللي بتكون قادمة في عام 2020. أما إذا انتقلنا لشركة ريزر، فقامت تتوسع في فتح محلات اكسسوارات الألعاب اللي تبيع فيها السماعات وحتى لوحات المفاتيح في دول أوروبا. لكن خلونا الآن ننتقل للمستوى اللي بعده واللي يخص البرو جيمرز أو اللاعبين المحترفين، ونفتتح بخبر أن الرياضات الخاصة ببطولات الألعاب أو الإي سبورتس قامت تنمو في العالم، وخصوصا في هذه السنة لأكثر من 20%، غير أن الشركات زادت في الاستثمارات اللي تخص هالرياضة. أيضا حتى قامت شركة بوما بعرض حذاء جديد الله يكرمكم ويكرم السامعين، واللي قدمته الشركة للاعبين اللي يروحون للبطولات الخاصة بالألعاب أو الإي سبورتس، حتى يكون لبسهم لهذه الأحذية مخصص للألعاب بكون هالحذاء خفيف وأيضا مريح. لكن والله ما أدري عن تصميمه، يا ليت عاد تعطوني رأيكم في خانة الوصف لأنه طالع كنا شراب. لكن إذا انتقلنا للبطولات وخاصة اللي أقيمت في المملكة العربية السعودية، فبطولة PUBG موبايل ستار تشالنج وورلد كاب لعام 2019 فاز فيها فريق تيم يونيك من تايلند، واللي تم تتويجه فيها البطولة اللي كانت ضمن فعاليات موسم الرياض. لكن حتى لا ننسى أبطال المملكة العربية السعودية اللي يشاركون في بطولات الألعاب والإي سبورتس، فالبطل آي فريز ومراد، وحتى البطل آي بي إكس سي إم من فريق بلاك ليست اللي حققوا الفوز بجدارة في بطولات دوري ألعاب فورتنايت. أما عن فريق كوكو دريلوز، فتم تعيين سلمان جريمز ليكون المدير الجديد لمجتمع الفريق، واللي نسأل الله أن يوفقهم ويوفق باقي فرق الإي سبورتس عندنا في المملكة العربية السعودية. لكن الآن خلونا ننتقل للمستوى الأخير والنخبوي في ساحة الألعاب، واللي يخص اللاعبين النخبويين أو الإليت جيمرز اللي يهتمون بتطوير الألعاب وتصميمها. وخلونا نبدأ مع محرك لب جي دي إكس اللي قام يضيف خاصيات للضوء وطقس حتى تكون متوفرة خلال تصميم أي لعبة. فهالمحرك يعتبر من المحركات المفتوحة المصدر واللي قامت تطور بشكل سريع خصوصا في الآونة الأخيرة. أيضا لا ننسى محرك لايت
لايتويت جافا جيم لايبراري اللي اصبح اكثر سلاسه وسرعه، وخصوصا في هالفتره الوجيزه بعد التحديثات الاخيره اللي زادت اضافات ومؤثرات تخص الاضاءه والضباب وحتى السحاب في تطوير الالعاب. ولا ننسى المحرك الافضل وهو محرك جودو او جودات اللي قام ونزل تحديث تجريبي تم فيه تعديل خصائص عديده واضافه العديد من الخاصيات اللي تدعم منصات اكثر لتنزيل وتصميم الالعاب. ايضا لا ننسى احد اشهر المحركات وهو محرك يونيتي اللي قام يعلن عن تقديم خاصيات جديده لالعاب الواقع الافتراضي لكل مطورين الالعاب على المحرك. وايضا لا ننسى محرك انريل انجن اللي قام يحسن تصاميم المجسمات وحتى الرسومات والجرافيكس بالمحرك. لكن اتمنى تشاركوني اراءكم في خانه التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الاعجاب حتى يوصل المقطع على انحاء المنصه، ويا ليت تشتركون بالقناه وتفعلون التنبيهات عشان توصلكم مقاطعنا اليوميه في وقتها. وايضا حبذا ان تتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها موجوده في خانه الوصف حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافه المجالات.